بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة من الله سبحانه وتعالى. طلب السداد والتوفيق والنجاح يا رب العالمين. نتواصل بحضراتكم مع هذه الانطلاقات الرائعة ومع هذه الأسماء التي تجدد التحية والترحيب والإبداعات المستمرة على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نعيش وإياكم جو الإثارة، الإبداع والمتعة والانطلاقات الرائعة مع انطلاقات سن الإجداع ومسافة 6 كيلومترات هي الحكاية والتي سوف تحكي لنا هذه الأمور ومستخلصات هذه الانطلاقة. نسير بحضراتكم دوما متمنين للجميع التوفيق والنجاح يا رب العالمين. نسير بحضراتكم إلى المركز الأول، نتابع الصدارة والبداية الأولى. المركز الأول انطلاقة هنالك قلادة علي بن نايع بن سالم الشاوي الغفلي، من ينطلق على البداية وعلى الصدارة. يقدم لنا قلادة النقلة والدور إلى المركز الثاني. نتابع وإياكم العنود الواصلة والحاضرة بانطلاقة محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع شعار بن قريع يأتي مع انطلاقة إنجاز فاران بن عتيق بن محمد البريدي مع المركز الثالث. انطلاقة المركز الرابع المتابعة والحضور من الجانب الأيمن وتقدم ذلك الشعار الذي يأتي مع انطلاقة البطلة هي لان صملة خالد بن عبد الهادي بن فهد، هنالك الأحباب مع المركز الرابع. انطلاقة المركز الخامس نتابع الحضور من قبل معزة وجب بن بندر بن وجب المغيري العتيبي القادم من المملكة العربية السعودية وبالتحديد من العاصمة، يأتي ويحضر مع المركز الخامس ويتواجد مع انطلاقة معزة. هكذا تابعنا وإياكم الأحداث الأولى وشاهدنا الانطلاقات التي تأتي بحضور الأبطال والأقوياء وفطاحلة التضمير الذين يأتون من خلال انطلاقات الذلال الأصايل التي تنطلق في هذا المشهد. نعود وإياكم إلى الصدارة، نعود إلى راعي قلادة الذي يأتي على البداية يتقدم بالمركز الأول. ملك وانطلاقة علي بن نايع بن سالم بالشاوي الغفلي الذي ينطلق على البداية ويتقدم بالمركز الأول. نتابع وإياكم النقلة والدور إلى المركز الثاني، هي العنود القادمة بكل قوة الحاضرة والمنطلقة بشعار محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني الحاضر مع المركز الثاني المقدم لنا هذه الانطلاقة. هذا هو شعار المرعب الحاضر مع ثاني المراكز. المركز الثالث نتابع وإياكم هي إنجاز التي تحضر وتتقدم مع انتصاف المسافة وفاران بن عتيق بن قريع البريدي. فاران يحضر يتواجد مع المركز الثالث، يسبب خطر في هذه الانطلاقات على المركز الثالث إنجاز. المركز الرابع معزة الحاضرة والقادمة بكل قوة، وجب بن بندر المغيري العتيبي يصل مع المركز الرابع. يا أبو حمد المركز الخامس، هنالك الانطلاقة من قبل حضور ووصول من قبل النايفة علي بلاحق بن مرزوق الاكتبي مع المركز الخامس، يأتي وينطلق يقدم لنا انطلاقة شعاره ووصول اسمه مع النايفة. تابعنا وإياكم هذه الانطلاقات، تابعنا الشعارات الحاضرة والقادمة بكل قوة نحو المراكز المتقدمة، ولكن نأخذ نظرة عامة عن ما خلف الخمس. شعارات قوية، أسماء مميزة تنطلق تقدم تبدع تستمر في هذا المجال للبحث عن الانتصار. العودة وإياكم إلى البداية، إلى قلادة التي تنطلق على البداية
البداية تتقدم على المركز الأول علي بن نايع بن سالم بالشاوي الغفلي الذي ينطلق على البداية. أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة حاضرين مقدمين لنا هذه الانطلاقة، مرحبا بالجميع في دار الجميع، مرحبا بأبناء دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المحفل الكبير في هذه الانطلاقات العاتية. وصلت الأسمايلون، وصلت الشعارات الرائعة، النايفة على المركز الثاني، تحضر النايفة تتواجد بانطلاقة وحضور شعار الاكتبي علي بن لاحق بن مرزوق الاكتبي مع المركز الثاني. المركز الثالث صملة هي القادمة والآتية بانطلاقة خالد بن عبد الهادي بن فهد الأحبابي مع المركز الثالث. المركز الرابع معزة، معزة التي تتقدم تصل بشعار وجب بندر المغيري العتيبي مع المركز الرابع. المركز الخامس هنالك الشعلة محمد بن ناصر بن سعيد بن محمد العيدة، يصل شعار العيدة مع المركز الخامس ويتقدم بهذا الحضور الجميل. العودة وإياكم إلى من زالت مسيطرة، إلى من تزال قايدة، إلى من تزال ثابتة، هنالك صامدة كصمود الجبال السود يا بشاوي. وصلت الشعارات الآن، وصلت الأسماء الآن، سيل جارف من هؤلاء الأبطال يتقدمون في هذه المعركة، يصلون بهذه الأمتار الأخيرة والكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير يا راعي جلاد. جلاد على البداية على المركز الأول، وصلت النايفة الآن، صملة على المركز الثالث، الله على هذا الوصول. وصلت الآن وتقدمت الذيبة، راشد بن مبارك بن زايد المطوع الخيرين يصل مع المركز الرابع. المركز الخامس هنالك انطلاقة سمحة بهيان بن عامر بن قنوش العامري، يصل الآن على المركز الخامس ويتواجد في هذه الانطلاقة. إذن مشاهدين الأعزاء، صملة والنايفة والذيبة، الذيبة والنايفة وصملة في هذه الانطلاقة، في هذه المعمعة، في هذا المشهد التاريخي. صملة، صملة على البداية، صملة والنايفة والذيبة في هذه الانطلاقة، في هذا الحضور الجميل. إذن صملة والنايفة، النايفة وصملة، الأحبابي 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 يا حب النواميز، الأحبابي مع صملة وخالد بن عبد الهادي بن فهد الأحبابي الذي قدم، تواجد، قدم لنا هذه الانطلاقة الرائعة. المركز الثاني حضرت هنالك وانطلقت النايفة علي بن لاحق بن مرزوق الاكتبي. المركز الثالث كانت الانطلاقة والحضور من قبل المركز الثالث هي في هذه اللحظات. المركز الثالث قلادة علي بن نايع بن سالم بالشاوي الغفلي، والمركز الرابع كان الحضور من قبل الذيبة راشد بن مبارك بن زايد المطوع الخيرين، والمركز الخامس تابعنا وإياكم الوسمية سعد بن مبارك بن بادي النعيمي. نعود وإياكم إلى صملة، من حضرت بصملة هذه الانطلاقة وتسع دقائق 22 ثانية 27 جزء من الثانية، خالد بن عبد الهادي الأحبابي. المركز الثاني نايفة علي بن لاحق بن مرزوق الاكتبي، تسع دقائق 23 ثانية و76 جزء من الثانية توقيت النايفة. المركز الثالث هي قلادة، قدمت عرض مميز، وعلي بن نايع بن سالم بالشاوي الغفلي، تسع دقائق 24 ثانية 48 جزء من الثانية.